حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. طبعا نعزي الأمة الإسلامية والإمام صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد نبي الرحمة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آل بيته الأطهار. أكيد راح تكون حلقتنا اليوم بها مواضيع عن استشهاد الرسول محمد نبي الرحمة، راح نشوفها وناخذ التفاصيل أكثر بعد هذا الفاصل وفقرة فيس تو فيس. خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الوسم وفقرة فيس تو فيس. وأولى مواضيعنا هو موضوع استشهاد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الذكرى اللي دائما ما تكون العراقيين بالذات يرحون يزورون الإمام علي عليه السلام لمدى العلاقة اللي كانت تربط النبي محمد والإمام علي عليه السلام. العراقيين وشيعة أمير المؤمنين يرحون يدون الزيارة في مرقد الإمام علي عليه السلام. أول موضوع عندنا في هذه الفقرة خلي ناخذه وناخذ تفاصيله وناخذ تعليقاته أيضا. طبعا موضوعنا يقول رفع راية الحزن في سماء المرقد العلوي المطهر في ذكرى رحيل النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو موضوعنا الأول مثل ما تشوفون بالصور، رفع راية الحزن، يعني الموضوع وتفاصيله. السهم الفضي تقول أعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لبيك يا رسول الله. أمجد يقول عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله بذكرى استشهاد سيد الخلق وأفضله وأطهره وخاتم الأنبياء أبي الزهراء محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار. شمس تقول السلام عليك يا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. محمد يقول عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم بهذا المصاب الجلل، نسألكم الدعاء والزيارة. أما حسين يقول عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. هذه التعليقات هي تعليقات موضوعنا الأول اللي راح يكون أيضا مرتبط بموضوعنا الثاني اللي راح نتحدث به، ألا وهو موضوع المسير بعد انتهاء الزيارة الأربعينية. والناس من عموم العراق من كل المحافظات من كل الدول جت للعراق وذهبت سيرا على الأقدام لكربلاء المقدسة لأداء الزيارة الأربعينية. الآن البوصلة اتجهت نحو النجف الأشرف حيث مرقد الإمام علي عليه السلام. الزوار يرحون ويزورون وأيضا مشي يؤدون الزيارة، لأنه مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة هنالك ترابط روحي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا ما ذكره النبي محمد، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الإمام علي الناس تروح تزور تستذكر هذا المصاب الجلل في مرقد الإمام علي. تعرفون أكو صعوبة بالوصول أحيانا لبعض الناس لقبر النبي محمد، مرات فيزا ما تطلع، مرات الناس ما عندها المادة اللي تخليها تسافر وترجع، لكن يرحون إلى النجف الأشرف. خلينا نشوف الصور وشون الناس مشت وشنو كانت تعليقات الناس في موضوعنا. يقول لم تنتهي قصة المسير بعد، المؤمنون من مختلف بقاع الأرض يسيرون إلى النجف الأشرف لإحياء ذكرى رحيل سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله. طبعا مثل ما تشوفون هذه الصور يا حسين وايضا الرايات، هذا طريق المشايه من البوصله من كربلاء نحو النجف. شوف يا سبحان الله،
طريق يا حسين اللي هو ما بين النجف وكربلاء في الأربعينية يكون إيابا من النجف إلى كربلاء في ذكرى استشهاد الرسول، يكون الطريق ذهابا من كربلاء ومن باقي المحافظات إلى النجف الأشرف. هذا المسير وهذا المد الشيعي ما قدر أحد بمختلف العصور أنه يمنع هذا المسير. اللي قد جو رؤساء وجا طاغية وجت دول حاربت ورادت أنه تنهي هذا المسير ما قدروا. الآن مسير إلى النجف. هذه العقيدة المترسخة لدى شيعة أمير المؤمنين لا يمكن لأي مخلوق على وجه الأرض أو أي دولة بأسلحتها بتطورها بمعداتها بفكرها اللي تحارب به الناس اللي فكرهم نوعا ما متزحزح ما يقدرون يمنعون الناس. هذه الصور أمامكم، المسير، الأم والأب والطفل اللي بالعربانة، الأم والأب والطفل، الشيبة المباركة على العوشية اللي يمشي، هاي الناس اللي تروح وتزور وتأدي واجب الزيارة. مثل ما تشوفون صور ما تلقاها، يعني ما تلقاها بمكان ثاني. ايضا صورة لزائر وطريق الزائرين، وهم اكو مواكب وهم اكو ناس تخدم وهم اكو ناس تروح تزور. مثل ما تشوفون يقرأ الزيارة ويقرأ قرآن والناس تمشي. تعليقات الناس كانت حول هذا الموضوع. سيد حسين يقول عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى شهادة نبي الرحمة وشفيع الأمة المصطفى الأمجد أبا الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فصل تقول أحسنتم النشر عظم الله أجركم. الحاج رافد عاشور الباوي يقول عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء بحق محمد وآل محمد. علي يقول عظم الله أجورنا وأجوركم، وأيضا محمد يقول عظم الله أجورنا وأجوركم. هذا كان موضوعنا، هو موضوع الزيارة اللي الناس من مختلف بقاع الأرض تروح تزور الأربعينية. الآن الزيارة نحو النجف الأشرف مرقد الإمام علي عليه السلام لإحياء ذكرى استشهاد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا لدينا أيضا فيديوهات ومواضيع أخرى تخص الزيارة وتخص ذكرى الاستشهاد راح نتناولها في فقرة الترند تيوب، وعندنا فيديوهات أيضا. موضوعنا الثالث هو بعيدا عن الزيارة، موضوع سياسي، موضوع العلاقة بالبلد، موضوع العلاقة بأنه من ندز وفد إلى الخارجية، يعني من الخارجية إلى الأمم المتحدة، من ندز ناس تمثل البلد في مكان لازم أنت مفتح عيونك وعقلك وكل حواسك بي. هذا المكان تكون بي الاختلافيات على الدول، الحروب على الدول، الموافقة على نهب الدول مثل ما صارت عندنا سابقا، الأمم المتحدة. هاي الصورة اللي أمامكم، عراقي أوفدته الخارجية إلى اجتماع الأمم المتحدة، عايف الاجتماع، عايف الناس، عايف شنو كانوا يقولون، ودي يتفرج لعبة مباراة كرة قدم بحاسوبة. يعني شلون ما تريد تحكي، شلون ما تريد تعبر عن رأيك، تعبر عن غضبك، تعبر عن ما بداخلك من موضوع. يعني لولا اليوم
وذكرى أليمة وذكرى استشهاد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان ممكن سمعت مني كلام آخر، كان ممكن تحدثت بكلام يشفي غليلي ويشفي غليل المشاهدين والناس اللي يتباوع. أنت بهذا بهذه الصورة اللي طلعت بيها وانت عايف الاجتماع وانت لازم حواسك الخمسة كلها تخليها شغالة ويا الاجتماع، الأمم المتحدة يعني ممكن بقرار واحد يعني يعبر عليك، تصوت عليه تسكت عنه ما تعترض. هاي الخارجية وهاي مفديها اللي تفدهم إلى الأمم المتحدة. ونريد البلد يرتفع، نريد البلد يصير براسه خير، نريد تكون عندنا حياة كريمة، بلد ذو سيادة. ماكو. إذا هم اللي مثلوك هذا تمثيلهم، عايف الدنيا يعني مباراة كرة قدم، يا ريت المباراة لو فزنا بيها، خسرنا بركلات الجزاء ترجيحية، خسرنا بالجزاءات، مباراة كانت ضد المنتخب العماني انتهت بالتعادل وخسرنا بالجزاءات. يعني انت هيك يعني هيك يعني عايف الدنيا وعايف الاجتماع. مو المفروض رواتبكم اللي تاخذوها تصير حلال شوية، يعني تحلل خبزتك مثل ما يقول بالمصطلح الدارج، تحلل خبزتك لأنه أنت جاي تمثل البلد والمفروض تمثل البلد خير تمثيل. أنت تمثله بعايف الاجتماع، عايف الدنيا، عايف الناس، وتباوع تشاهد مباراة لكرة القدم. لا هي مباراة مفصلية، لا هي مباراة نهائية، لا هي مباراة في كأس العالم. شو بطولة رباعية ودية وخسرنا بيها ومنتخب مضحك. إذا هسه نفتح موضوع الرياضة منا الباكر ما خلص، منتخب مضحك كل شيء ما بيه، لا عناصر ولا أدوات، لا مدرب قدر يضع خطة لتشكيل الفريق. أنت عايف الدنيا وجاي تباوع. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وماذا كانت تعليقات الناس الساخرة من الموضوع. يقول عراقي أوفدته الخارجية لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يترك الاجتماع ويتابع إحدى مباريات كرة القدم. يعني مثل ما قلت لكم مباراة هي بين العراق وعمان، وهو جاي يشاهده وعايف الاجتماع وعايف الدنيا وعايف الناس. ما يحتاجون وجوده. تقول فوزية الكاظمي كفى ووفى خصوصا بكلمته عن النمو الاقتصادي بالعراق. هو اي ما يحتاجون كلمته، والكاظمي ما شاء الله كفى ووفى. طبعا هي تسخر من كلمة الكاظمي الذي تحدث بها باجتماع الأمم المتحدة. ما عندنا يعني من يمثلنا خير تمثيل. ماكو بلد ما بي معروف أو مشهور ممكن تعتمد عليه، تطلع لك وحدة تسمى إعلامية حاجزة لها خمس نفرات مدري ايش قيد وتهدد بيهم، طلع لك واحد يتلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياة والذوق العام، طبيعي الموضوع. تطلع لك وحدة عارية وصور وتعرف بالأرض فسادا، يعني ماكو أمل إنه ممكن نشوف لنا فد معروف فد مشهور ممكن يمثل البلد خير تمثيل، غير السياسيين اللي احنا غاسلين دينا مو للعكس للشتف منهم. ماكو. شذا تقول بعد قاعد بالأمم المتحدة والنت قوي
حتى اللواعي بيركضون بسرعة. النت قوي بالأمم المتحدة أكيد قوي. بشار يقول طبيعي لأن ما يعرف المتكلم ماذا يقول والموضوع لا يهمه، فطبيعي يلتهي بأمور تهمه. لا تلوموه. لا هنا احنا وصلنا عند كارثة كبيرة، ألا وهي أنه معقول هذا اللي وفدته الخارجية ما يعرف شنو قاعد يدور؟ زين عنده سماعات تترجم له وعنده غير الحاسوب اللي قباله، أكيد عنده ورق محضر اجتماع مناقشة الاجتماع أكيد عنده، بس هو ذا كان متعين عن طريق يعني العرف والعلاقات والواسطات والمحسوبيات والفلوس، فأكيد مهم الموضوع. أنور يقول عمت عين الحكومة اللي تختار هيجي عتاقة يمثلون العراق، وصفه بالعتاق، والعتاق أشرف وأنزه وأنظف من هؤلاء الشخصيات. وتقصد انه اظهر هذا التعليق لانه العتاق هذه المهنة اللي يعمل بيها ويكسب قوت يومه بالنفايات اشرف وانزه من هؤلاء السياسيين الذي يمثلون البلد. فالعتاق انت هنا جيت توصفه بأنه هو شغل أو عمل مهين، لا بالعكس هو شرف، العمل شرف. هذا الموضوع لازم يكون ببالك، كائن من يكون وشنو نوع العمل؟ العمل شرف، العمل عبادة، العمل عبادة، يعني أنت إذا تعمل وتشتغل أنت تعبد رب العالمين، العمل عبادة. ضياء يقول من حقه جمعية كلاوات صار لأكثر من 70 سنة تمشي مع القوي، طبعا تمشي مع القوي، مع أمريكا روسيا الصين، الدول القوية اللي عندها اقتصاد قوي اللي عندها سلاح قوي طبعا تمشي وياها، هي هاي الأمم المتحدة. هذا موضوعنا اللي كان يتحدث عن العراقي الذي أوفدته الخارجية لاجتماع الجمعية العمومية ل الأمم المتحدة، وشاهدناه يشاهد مباراة كرة قدم. يعني عاشت ايدك اولا لانه فقرتنا بين قوسين وطلعنا خسرانين، وعاشت ايدك لانه عايف البلد ومصالح البلد، بس هي بقت عليك، بقت عليك. اذا هم الاكبر منك منصب ما يهتمون للبلد، انا اجي اطالبك انت تهتم للبلد، لا هاي واقفة عمي. موضوعنا الرابع في فقرة فيس تو فيس موضوع وزارة الصحة. كلكم راح تشكون هسه من وزارة الصحة، أنا أعرف كل الناس تريد تشكي من وزارة الصحة، وكل الناس عندها وزارة الصحة إنه هي تسرق، تسرق نعم، تختلس، ماكو معدات طبية زينة، ماكو طب يحظ بالعراق، العراق المريض اللي يريد يسافر يطلع برا، يروح للهندي، يروح الإيراني، يروح لألمانيا، يروح الإمارات، شوف أي دولة قريبة يروح يتعالج بيها. حتى على مستوى الطب الرياضي، عملية لأي لاعب كرة قدم رباط صليبي بالركبة ما تنجح عندك بالعراق، ماكو من يضبطها، يروحون لو لبنان لو إيران لو قطر لو ألمانيا، شوف من هناك يسوي لهم العملية. مع العلم يعني هاي الدول، يعني مثلا دولة مثل الهند، دولة مثل الهند من تمشي بشوارعها تشوف حجم النفايات وحجم الروائح اللي تطلع والجو الكئيب، الجو اللي ما بي، يعني يقول ماكو هيك بلد. يعني مع العلم هو بلد متطور على جميع الأصعدة، الطب والاقتصاد والرياضة والفن وكل شيء، كل وعدد سكان الهند يضاهي عدد سكان الصين، لكن تشوف البلد متطور بالرغم انه هو شعبه ممكن يسوون
اختلال من النفايات، لكن نشوفه متطور. على العموم هذا مو موضوعنا، موضوعنا هذا السباب او ما اعرف شو يسموه، القناع اللي على الوجه، هدر النزاهة ضابطة هدر بوزارة الصحة بشراء هذه الأقنعة أو السباب، أنا أعرف سباب في زمن كورونا بقيمة 24 مليون دولار، مشترين أقنعة اللي تشوفوها بالصورة صينية المنشأ، ضابطين هدر بالمال العام بقيمة 24 مليون دولار. يعني ايش قد تريد تكون ميزانيتك انت يا وزير الصحه يا وزاره الصحه؟ 24 مليون دولار بس بالاقنعه؟ لك الله يا بلد، لك الله يا بلد، ما بيك ناس تعينك، ما بيك ناس تشتغل بنزاهه وشرف. صارنا ساعة نحكي عن أنه العمل عبادة والعمل لا، والمشكلة وزارة الصحة هسه أكون أجيب لي كرسي هسه هنا أنا وقعد أعدد لكم الهدر بالمال العام والاختلاس اللي صحة الديوانية وفازلينها بثمانين مليون مدري بيش، صحة صلاح الدين وهدرها للمال العام مدريش مشترين أمبولات مدريش مشترين مدري أبار وزارة الصحة له. يعني احنا جبناها جلكم الله من ما اعرف شو يسموه المداس اللي يلبسوه يعني الفرق الطبية اللي بالوزارة بالأطباء، هذا اللي جابوه من البرتغال، جابته عديل حمود بسبعة وعشرين مليون دولار، اللي هو الواحد ممكن تلقاه بأي أبو مستلزمات طبية تلقاه بالزايد بثلاثة آلاف دينار، مشتريته هي يمكن بثلاثمية دولار الواحد، الزوج الواحد. سبعة وعشرين مليون دولار من ذاك الزمن أجلكم الله للمداسات اللي يدوسونها ويمشون عليها، الآن بسبب الأقنعة أربعة وعشرين مليون دولار. الله لا يوفقكم إن شاء الله دنيا وآخرة. خلي نشوف الموضوع وتفاصيله وتعليقات الناس ماذا كانت حول الموضوع. يقول لك ضبط هدر في وزارة الصحة العراقية بقيمة 24 مليون دولار بعد شرائها أجهزة طبية، بين قوسين قناع وجه صينية المنشأ، هم صيني هم موزين هم هدر بالمال العام بقيمة 24 مليون دولار. وين راح ترحون من الله؟ وين راح ترحون من رب العالمين بعد هذا السرقة اللي جاي تسووها؟ وين لك يوم يا ظالم؟ التعليقات كانت عبد الرزاق مطشر حلواش يقول المليارات ترجع، سرقات ليل ونهار، ما شفنا واحد يتحاسب، وأودع السجن واستردت الأموال، كل الأحكام غيابيا، عبر الفلوس الدول الجوار واركض وراهن عسى ما يحكموا مئة سنة. صدق أخذهم طفر للأردن، لو طفر شوف وين، الإمارات طفر حتى مدوير تلقى طفر بلندن، خلاهن بسويسرا الفلوس، خلي يحكموا مئة سنة غيابيا ويرجع بعد العراق، لو يرجع بجواز جديد واسم جديد تزوير. هذا حال البلد ماشي بالتزوير بالعلاقات بالمحسوبيات بكل شيء ماشي البلد. معتزي يقول ما يعرف ايش قد ال 24 مليون دولار، 35 مليار و30 مليون و40 الف دينار عراقي، 35 مليون 35 مليار و30 مليون و40 الف دينار عراقي اللي هن ال 24 مليون دولار. وزير الصحة نايم قاعد، هم قل لنا ذا نايم لو قاعد، يعني فاتحنا بالموضوع خلينا نفتهم. يا وزير الصحة نعمت عينكم يا سياسيين الصدفة، يلي دمرتوا البلد خليتوا
أبو أرشد يقول وحقك والأغلب توفت من هذا القناة لين ما بيفتحه يخرج منه ثاني أكسيد ثنائي أكسيد الكربون أو ما أعرف شو يقصد. يقول له الناس ماتت من وراء هذا. يعني ذا فعلا كلامه صحيح. نقعد نلطم هسه على حال البلد. حميد يقول اي غير الجميع اخذ حصته من العقد في وزارة الصحة وعدنا نقص في ادوية الامراض المزمنة والسرطانية واستوردوا اقنعة. حسين يقول على اساسك وعقد شراب الصحة ما بيها در وتلاعب بالاسعار. والله يا الله لا والله ماكو احلف اقسم يمين ماكو اي مثل ما يقول هو عقد في وزارة الصحة ما بيهدر بالمال العام. أقسم بمن وضع هذه الدنيا والسماء والجبال والوديان والحياة أقسم قسم ماكو عقد في وزارة الصحة أو في الوزارات البقية من كهرباء من تجارة من صناعة من 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 ما بيهدر بالمال العام. ما بيكم شنات تروح للجيب أقسم يمين. الله موجود الله موجود يحاسب هاي الناس اللي دمرت البلد وخلته في مصاف الدول دول العالم الثالث الدول اللي الناس تعطف عليها. بلكت مصطفى الكاظمي من يرجع من الأمم المتحدة هو وهذا اللي جاي يشوف مباراة كرة القدم بلكت من يشوف الموضوع يحقق به يقول يا بل ليش هذا الهدر بالمال العام يا بل ليش هيك الناس. بلكت الله ندعي الله انه يشوفه. موضوعنا الخامس والاخير في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الخامس والاخير في هذه الفقرة هو يخص بين قوسين وكالة ناسا واللي جاي تسوي. وكالة ناسا عندها هسه مشروع جديد تريد تسوي تريد تغير مسار كويكب صغير. شلون تغيره؟ تدعمه بقمر صناعي مدري صاروخ. ايش تريد غيره؟ ايش كيفهم يردون يغيرون مسار كويكب صغير مدري ايش قد 11,000 سنه ضوئيه مدري ايش يبعد عنه عيني يردون يدعموه بقمر صناعي زين حتى يغيرون مساره. لحد يضحك هذا الموضوع وهاي التفاصيل والتعليقات راح تظهر لكم. يقول في إنجاز لم تشهده البشرية مثيلا له من قبل. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ستقوم بصدم مركبة فضائية عمدا بكويكب لتحويل مساره وذلك في بث مباشر. أعيد وأكرر حتى واحد يركز بالموضوع زين. في إنجاز لم تشهد البشرية مثيلا له من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ستقوم بصدم مركبة فضائية عمدا بكويكب لتحويل مساره وذلك في بث مباشر. قد يسأل سائل كيف ستحصل عملية الاصطدام؟ هذه أعمال ناسا أعمال ناسا التي تقوم بها تصدم ترى تبحث تحط على الأقمار والكواكب الأخرى تلسكوب جيمس ويب ما أعرف شو اسمه كل هذا العلم وإحنا بعدنا نبوك من الدولة من خزينة الدولة 24 مليون دولار على مود نشتري أقنعة. ماذا كانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع؟ يقول يونس راح يلعبون بخلقة الله راح يلعبون بخلقة الله استروا علينا منين نتلقاها منكم من الصين. الصين واحدة من أعظم الدول والبلدان على مستوى العالم. عندما تصنع الصين تصنع أشياء فيها نوع من
يعني مستويات، مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، مستوى رديء. العراق يستورد الرديء، لأن بس الرديء يستورد الرديء. هو رديء، شو تريد تسوي له؟ حسن يقول كلاوات سيتم العمل بتقنية هولوغرام. هولوغرام بعد حسن، أنت تعرف هولوغرام مدري هولوغرام، أنت تعرف بعد حسن. محمود يقول كل شغل بالكمبيوتر مجرد حرب نفسية إعلامية لزرع الخوف في نفوس الأعداء. ما يعني شوف، هسه أنا ممكن أشك بيهم، بس بعد هذا التطور والعلم اللي وصلوا له. بس هو صدق يعني الكوكب بيش مضوشكم؟ هذا الكويكب الصغير بيش مضوشكم تردون تدعموه حتى تغيرون مساره؟ الله سبحانه وتعالى هو مخلي مساره هيجي، انتو شنو صدمتو؟ وقع وين يوقع؟ وين يروح؟ كارثة، كارثة. يقول او تقول نرجس، هسه لعبت بخلقة الله وغيرت اشكال البشر مشيناها، لعبت بالكرة الارضية والحيوان والنبات همشت، بس ما لتلعبون بالفضاء ليش؟ ليش؟ عود ليش؟ واحد يقولها عود ليش؟ لان انا لو كنت ببرنامج عود ليش كان قلت لك عود ليش، بس حاليا في برنامج الوسم اضع الخبر الرائج والعلامة الرائجة، ولكم الجواب ولكم الحديث والاستفسار والتعليق وحرية الكلام. محمد علي هادي يقول يا معودين قولوا يا الله وستروا علينا، قولوا يا الله وستروا علينا. لا والله لا يقولون يا الله ولا يسترون عليك يا محمد، لأنه هم ذولا يردون يخربون الموضوع والدنيا وما بيها. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فقرة الأخبار والمواضيع. فاصل قصير جدا، وفقرة ترند تيوب والفيديوهات. خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، مثل ما وعدتكم أنه في فقرة ترند تيوب أيضا عندنا مواضيع عن الزيارة وعن ذكرى استشهاد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. خلينا نشوف هذا الفيديو اللي نشرته العتبة العلوية ونرجع نسولف. تحول المسير نحو النجف الأشرف ومرقد الإمام علي عليه السلام. مثل ما شفتوا تحول المسير من كربلاء إلى النجف الأشرف لإحياء ذكرى استشهاد نبي الرحمة خاتم الأنبياء النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا النبي اللي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا من خلاله بنعمة الإسلام. كيف ما تتصور نعمة الإسلام؟ نعمة عظيمة، مثل ما تشوفون الناس رايحة تستذكر استشهاد النبي، نبي محمد الصادق الأمين، من عمره 6 سنوات يسمى بالصادق الأمين. من عمره 6 سنوات كانت الناس تجي وتستشهد بأقواله وينصحهم. خلينا نشوف تعليقات الناس ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي تم نشره. نور تقول السلام على سيد الكائنات وإمام الأئمة السادات ومعقل الخير والبركات أبي الزهراء المصطفى صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. وردة الحياة تقول عظم الله أجوركم وأجورنا باستشهاد خاتم الأنبياء والمرسلين أبا الزهراء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما غزوان يقول عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أبو عبد الله الجوراني يقول لبيك يا رسول الله، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
نور علي تقول: أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كانت تعليقات الفيديو الأول اللي ظهر عندنا في هذه الفقرة. الفيديو الثاني هو رفع الرايات واستعداد الناس في مرقد الإمام علي عليه السلام. خلينا نشوف الفيديو وأيضا نسولف. رسول المحنة ماشي عنا. مثل ما تشوفون الاستعدادات والناس تزور، تروح للنجف الأشرف، يعني الكلام ممكن يحتاج له حلقات، يحتاج له يعجز الوصف، يعجز اللسان عن الحديث في هذه اللقطات، والناس شلون تروح تزور وشلون تروح تأدي الزيارة إمام موسى بن جعفر، تروح مشي لكربلاء، تروح مشي للنجف الأشرف حتى يعني يزورون ويحيون ذكرى استشهاد النبي محمد، زيارة الشعبانية، كل هذه الزيارات الناس تروح وتتعنى وتزور، ما حد قدر يوقفهم، ولا واحد قال لهم على عينكم حاجب، ولا واحد قدر يوقف قبالهم. يعني الموضوع بسر إلهي. أي واحد مثل ما نقول بالمصطلح الدارج اندق بأهل البيت، بمراقد أهل البيت، شوفوا وين. وهذا شاهدك يا حسين موجود. يقول الشاعر كاظم إسماعيل القاطع: هذا شاهدك يا حسين موجود، بقى مجدك ومجد أعداك زايل، المن قاصدينك هالملايين والمن فارش القاع العوائل. هذه الكلمات ممكن أصف بيها هاي المشاهد. هذا شاهدك يا حسين موجود، شاهد الإمام الحسين والإمام علي وإمام موسى بن جعفر وأمتنا، هذا شاهدهم عالي ومرفوع وموجود. بينما وين قبور اللي كانوا يعادوهم؟ وينها؟ يزيد بن معاوية، عبد الرحمن بن ملجم، وهاي ذول اللي المشركين وينهم؟ بينما تشوف مراقد أهل البيت، أهل بيت الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لا تزال موجودة. خلينا نشوف تعليقات الناس حول هذا الفيديو ماذا كانت. يقول علي: عظم الله أجورنا وأجوركم، سنبقى محبين موالين لأهل البيت عليهم السلام، تعازينا لكم مأجورين. السلام عليك رسول الرحمة والإنسانية والوحدة والأخوة والمحبة والأخلاق. أم حيدر تقول: عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم. بطريسة حيدر تقول: عظم الله لكم الأجر والثواب. تعليق من موكب، يسمى موكب الإمام أمير المؤمنين، قل: عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هاي الناس اللي تعلق واللي تعزي واللي تروح تزور، واللي ما حد يقدر ينفيها، ما حد يقدر يعني أبد. شفنا احنا بالزيارة الأربعينية كيف تم التعتيم على الزيارة من قبل الإعلام الخارجي، لكن بقى إعلام الداخل هو ينشر في مواضيع الزيارة. آخر تعليق تقول: عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم الله أجرك يا سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عليه السلام. طبعا تعازينا للإمام صاحب العصر والزمان، إن شاء الله الظهور يكون خلاص للبلد من هذا الوضع،
للعالم بأكمله بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أقولكم في أمان الله.